وهنا تحضرني قصة ربما تاريخها يرجع لأكثر من 30 سنة. إن امرأة طلبت الطلاق من زوجها لعدم وجود الكلام الطيب. قصة كانت إزاي؟ هو جاي من أمريكا، اتجوز بنت من بناتنا، فتاة تقية. هو كان موقعه الاجتماعي كويس ودخله كبير قوي، فيعني قال لا مفيش داعي للشغل، وربنا ما سمحش ليها بإنجاب، وملاش أي حد من قرايبها في أمريكا، فمحور حياتها هو زوجها. وزوجها ما بيعرفش يتكلم، أي كلمة طيبة، بتاع شغل. تعبت جدا، لأن المرأة تحتاج للكلام، تحتاج للي يسمعها، وتحتاج للي يتكلم معاها، وتحتاج نوعية معينة من الكلام. وكان الحقيقة أبي كان بيتابع معاها، قال لها اعملي اعملي اعملي، فعملت كل حاجة ولا نتيجة. ففي آخر مرة أقول لها طبعا إيه رأيك بقى نعمل النهاردة كل حاجة، البيت يتوضب إزاي، شموع ورود، الأكل اللي بيحبه، ولا يروح هاتي لك فستان جديد، هات البرفيوم اللي بيحبه، كل ده. وعملته. أول ما دخل هو في إيه؟ إيه اللي بتعمله ده كله؟ إيه لازمته النهاردة ده؟ ما قالش كلمة شكر ولا وهي عيني غلبان عمالة تلف قدامه في الفستان لعله يلاحظ، فلم يلاحظ كالعادة، لأن آخر من يلاحظ هو الزوج، غيرت لون شعرها، لبست فستان جديد ولا ودريان. ففي الآخر يعني جات على نفسها وقالت له إيه رأيك يا فلان في الفستان ده؟ كان رده جبتيه بكام ده؟ ده اللي لفت نظره. هنا كانت النهاية. فعايز أقول لك خلي بالك من مراتك، لاحظ المتغيرات، لاحظ اهتماماتها، وامتدحها فيما تهتم بيه. هي تحب تسمع الكلمة الحلوة منك، وما يهمهاش تسمعها من أي حد تاني غيرك. صح. والجزء اللي فات ده بقى أنا هاخده بروزه بجد واحتفظ بيه كده، لأنه ده يديني دفعة للأمام. بشكرك يا سيدنا على الكلام الحلو ده.